كام؟ 100 يا حاجه، ب 100 لعبها بكام يا اهي، حسين؟ عبايه عيد الام ب 100، لعبها ب 100 جنيه؟ عبايه ب 100 يا مدام، اللوكيشن كله اهو ب 100، والمقاسات الكبيره اهي حلو قوي ب 100 جنيه العبايه. خليك قصادي كده انا، وبتعملي اكل وهدومك ما توسخش. بس الشغل ب 100، ب 100 ب 100 اهي، عبايه ب 100 اهي، حلو قوي. طب ماشي ورينا. 100 جنيه العبايه، العبايه ما عبايه عيد الام اهي، العبايه ب 100 جنيه، هيتحير تجنن اهي ب 100 جنيه. ب 100، هات غيرها يلا. اهي ب 100، اللوكيشن مليان، اللوكيشن مليان اهو، اللوكيشن مليان. ب 100 عبايات اهي ب 100 جنيه. بسكوس 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 ب 100 جنيه، ده كله فين عند حسين؟ مالها قطن؟ المتر بكام؟ بكام؟ كام قطن صافي؟ بكام المتر؟ ب 50. 50؟ حلو قوي. ده ب 100؟ اه ب 100. اهي ده ب 100 كمان؟ اه ب 100 اهي. ماشي. عبايه فسكوس ب 100 جنيه. ب 100 جنيه، هات غير. عبايه فسكوس ب 100 جنيه. طب هات غير. عبايه عيد الام يا حاج، هنا كازينات. هات غير. عبايه ايه؟ هات غيرها يلا. عبايه عيد الام يا حاج، يا عم ابو عبده. يلا هات غيرها. اهي بص الشغل، الشغل اهو. حلو قوي دي. بص الشغل. ب 100. كذا معاك اهي. الناس اللي مسئله اصلا. ايوه حلوه قوي دي كده، دي جميله. دي ب 100. عبايه فسكوس ب 100. حلوه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ المتر ب 60 وهنا هنا ب 40 جنيه. ده ب 40؟ 40 جنيه. اللهم صل. بص الخامه قطن، قطن 100%. ده ب 40 يا حسين؟ 40 دولار. 40 دولار. وريني كده، وريني. اهي بص الخامه قطن. اه مسك خامه عادي. المتر بتاعها ب 40؟ ده ب 40؟ ب 80 جنيه بنبيعها اهي. حلو قوي. ده ب 80 جنيه المتر من ده. حلو قوي المتر بتاعها. وربنا ب 80 جنيه ببيعه ب 40 جنيه. حلو قوي ب 40 جنيه. اللي مش عاوز يسال في منها ساده وفي منها مش. في منها الساده وفي منها المنقوش. حلو قوي. بص عرض الاسم. بتعمليه على السرير. عرض 3 متر 82 اهي. 3 متر ب 100. 3 متر ب 100؟ عرض 3 متر. عرض 3 متر؟ قطن مش بلاط، قطن. قطن؟ اه خامه قطن اللي فيها الستاير. 3 متر ب 100؟ 3 متر ب 100 جنيه. 100 جنيه. طب ومن هنا بكام؟ اهي اي متر هنا 50 جنيه. طب افرد لي المشجر ده كده، ايه ده؟ ده بكام؟ بص الخامه، خامه تركي. ده بكام ده؟ خامه تركي. بكام ده يا حسين؟ ده ب 60 جنيه. ده ب 60 المتر؟ ده ب 60. وهنا بكام؟ تقول اهو. تقول لي بكام؟ عامل في العرض 20 جنيه في العرض. ب 20؟ ده سواريه، بتعمل فساتين سواريه ب 20 جنيه. ده ب 20، عندك جميع الالوانات صح؟ عندك الالوانات كلها، اللوكيشن اهو بتاع 14 لون. 14 وعندي ستان الطموده بتاع فساتين السواريه. بكام الستان؟ الستان ب 50 جنيه. الستان ب 50؟ حلو قوي. ستان ابيض ارتراموده، المتر بتاعها ب 50. عنده الابيض وفي الاحمر. خش على العباية في الزيتي. في الوانات كتير. حسين ده بكام؟ اللي عليه ده بكام؟ ده ب 60. ده ب 60؟ حلو قوي ده. ده ب 60 جنيه. شايفين ده شكله؟ ده ب 60 جنيه. عنده شغل حلو قوي النهارده. عباية العيد، عباية العيد ب 100 جنيه في سكوس. بكام دي يا حسين اللي في ايدك دي؟ بسكوس. بكام من هنا يا حسين؟ ايه ما خدتش حاجه من المحل، دخلت المحل فاضي وطلع فاضي. بكام من هنا يا حسين؟ إيه ده المتر بتاعه ب 60. وعندك اللوكيشن كله. المتر بتاعه ب 60 جنيه. حلوه قوي دي. حلوه قوي دي، المتر بتاعها ب 60. شايفين الشكل بتاعها؟ اشكالها حلوه. المتر بتاعها ب 60 جنيه. عبايه ب 100 جنيه. عبايه فسكوت ب 100 جنيه. جميله. ربنا يديكم. يا حته السواق بتاع السيسه يا رب. جميله. المتر بتاعها ب 60 جنيه. 60 جنيه. شايفين الاشكال؟ خدي. حلوه قوي. المتر بتاعها تايهه ولا ايه؟ 60 جنيه. ايه مالك فيها ليه كده؟ ايه جايبه 5 جنيه في الجبهه؟ وجايبه 5 جنيه في الجبهه. سواي بكام يا حسين؟ بكام ده يا حسين؟ جبرات عندي بيع جايبه جميله. حسين جبرات الحديثه، الحديثه 70 جنيه. سي واي. سي واي ب 70؟ سي واي ب 70 عندي. 70؟ الله السخامه الترند، الترند. سي واي سي واي ب 70 جنيه. اللهم صل على 70 جنيه. حلو قوي. في الوانات صح؟ الوان اهي، اللوكيشن كله حلو قوي. اللوكيشن كله اهو، الجملي والروز والالوانات اهي. السرير دي السخامه كامه. حلو قوي. المتر بتاعها ب 70 جنيه. ده كله فين عند حسين؟ اصفر.
ده السواي كله؟ ده السواي. حلوة. حلوة. جاي جايب عليك معايا. ده المتر بتاعها. تياب حلو. سبعين جنيه جميلة. في سبعين جنيه. هنا المتر بتاعها. ده المتر بتاعه بستين بيقوم. المشجر ده بستين جنيه. بستين. بكم ده يا حسين؟ بكام المتر من ده يا حسين؟ بكام ده؟ بستين جنيه المتر ده؟ حلو قوي ده بستين جنيه. بستين جنيه المتر. حلو قوي دي. شايفين الخامات بتاعتها اوه فسكوز. الخامة بتاعتها فسكوز. المتر بتاعها بستين جنيه. في منها حتت كبيرة وفي منها حتت صغيرة. حلوة قوي دي. ايه فسكوز. ايه حلوة قوي دي. ايه شايفينها جميلة. عايز عباية تانية يا مدام. خش اي عباية ب 100 جنيه يا مدام. اي عباية فسكوز ب 100. فسكوز ب 100. الفسكوز ب 60 معساة. 60 معساة. 60. حلو قوي اللون بتاعها. عباية العيون. عباية العيون ب ام دبليو. تعالى هنا يا حسين. عباية مدام. بكام دي يا حسين؟ بص العيون. بكام؟ بكام؟ بص الشوك. اتفضل. حلو قوي اللون ده. ايه ده؟ اسود. يلا تقول لك لا. عبايات عباية. ما هي الحتة الفسكو. اي متر فسكو ب 60 جنيه. ده الاخر والله ما عنديش صلاة عشان ما تكونش اللي عملتوني. ب 100 وفي مقاسات. ايه؟ العباية خش المحل يا مدام. خش يا حاجة المحل. حلوة قوي دي. يلا يا حاجة يا حاجة. الوانتها كلها حلوة. مش عارف. زي دي كده؟ ما تجيش عباية. ايه؟ كل ده في 15 جنيه حلو قوي ده. ده ب 60 جنيه المتر بتاعها ب 60 جنيه. الاشكال اللي قدامكم دي شايفينها ب 60 جنيه. كل الفسكوزيات اللي انتوا شايفينها بصراحه الخامه بتاعتها تحفه والاشكال بتاعتها جميله قوي. وعنده اللي هي الجلاليب دي الجلابيه ب 100 جنيه. حسام كل ده قطن بس خامه قطن ب 15 جنيه المتر. اي متر ب 15 جنيه. اي عباية ده ب 15 فسكوز ب 15. مش فسكوز المتر بتاعه ب 15 جنيه. طبعا هو في نسبه بلاستر شويه وفي دفوهات. في حتت ممكن تفادي منها الدفوهات وحتت لا. بس امطار يعني الحته تيجي مثلا 3 متر 4 متر زي ما انتم شايفين كده. المتر بتاعها ب 15 جنيه بس هو في دفوهات. مع بعض كده زي ما انتم شايفين كل الفسكوزات اللي انتم شايفينها ده المتر بتاعها ب 15 جنيه. حاجه طبعا فيها حاجات فيها دفايات وحاجات لا. فيها الوانات كتير. في الاخضر وفي الاحمر وفي الازرق وفي البرتقاني وفي الاصفر. في الوانات كتير. طول ما انت بتقلبي بتلاقي الوانات مختلفه. اي متر كان ب 15 جنيه ويمشي معاك سدال عبايه يعني تعمليه زي ما انت عاوزه. المتر بتاعه ب 15 جنيه بس ده فيه نسبه بلاستر شويه. لو عجبكم الفيديو ما تنسونوش باللايك والشير. لو اول مره تشوفي قناتي اشتركي فيها وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وان شاء الله الاسبوع اللي جاي لو لقيت عنده تشكيله جديده هصورها لكم. يعني هو كل اسبوع بينزل جديد. طبعا كله منزل القماشات الصيف الفسكوزات وكده. اهي شايفين العبايه شايفين القماشه جميله قوي. 15 قطن زي ما انتم شايفين. 15 جنيه. 15 جنيه. قلت لك ده بكام؟ ده المتر بتاعه ب 40 جنيه. حلو قوي ده. وانا اجيب كام يا حسين؟ والله العظيم اي عباية ب 100 يا حد. عباية عيد الام ب 100. عباية ترند الترند ب 100 جنيه. خش ب 100 العباية حاجة. عباية عيد الام ب 100 يا مدام. ده ب 40 جنيه. اي عباية ست معساه. ما شاء الله. ب 100 جنيه. دي الوانات اهي. جلاليب متقفلة. ده المتر بتاعها ب 40 جنيه. خش ب 100 جنيه الجلابية مسافات واسعة. وعنده بقى فسكوزات في حاجات عنده ب 15 عنده ب 40 وعنده ب 50 وعنده ب 60 جنيه. العيد هنا يا مدام. دور العيد وعباس العيد. ايه؟ حلو قوي دي ب 100. عنده حاجات حلوه قوي النهارده. بس مقاساتها صغيره. عايزه عصافير. عصافير.
العباية اللي انتوا شايفينها دي العبايات بتاعتها، في عبايات بمية جنيه، العباية بمية جنيه، عباية متقفلة جاهزة بمية جنيه، وفي عبايات مقصوصة لسه هتتقفل كان بيقول بتمانين جنيه. وعنده الفسكوز، في فسكوز بخمستاشر، في فسكوز باربعين، في فسكوز بخمسين، في فسكوز عنده بستين جنيه، كل خامة وتختلف عن التانية. ما شاء الله عنده تشكيلة حلوة اللي هي الفسكوز ام 60 جنيه، الخامة بتاعتها جميلة، الخامة بتاعتها طرية قوي. لكن في انواع تانية من اللي هو بيحدي عليها نسبة بلاستر شوية، وفي حاجات بيبقى فيها دفايات اللي هي اللي سعرها رخيص اللي هي ام 15 فيها دفايات. حلو قوي العباية دي، شايفين شكلها. انت طبعا الجزء التاني بتاعها موجود، الظهر بالكمام وكل حاجاتها موجودة. كان بيقول العباية اللي هي مقصوصة كانت بتمانين جنيه. هنقلب مع بعض كده ونشوف بقية الالوانات. عنده تشكيلة حلوة، ده كله فين؟ عند حسين في سوق التلات، عند ام المصريين. تنزلي محطة ام المصريين تسألي على بنك نصر اجتماعي، هتخش السوق في قهوة، قهوة في الاول كان اسمها قهوة بروة، خش الشارع ده لاخره هتلاقي حسين على ايدك الشمال جنب في الشارع اللي احنا بنصور فيه. يعني عبايات انت تاخدي تكملي الباب بتاعها مقصوصة، ده مفرش متر بتاعها بخمسين جنيه، يلا حاجة عبايات عيد الأم يا مدام، عبايات عيد الأم بخمسين جنيه، المتر بتاعها بخمسين جنيه، المتر بتاعها بخمسين جنيه، ده كله فين؟ عند حسين اللي عاوز بخمستاشر ده بخمستاشر. احنا بنقلب فيه ده بخمستاشر جنيه، يمشي معاكي ازاي؟ يمشي معاكي جلابية، يمشي معاكي بيجامة. بس ده بيبقى فيه دفايات، ممكن تاخدي حتة كبيرة وتفادي منها الدفايات، تطلعي منها حاجة، يعني تاخدي منه الاربعة متر لو طلعت منهم بيجامة حلوة، ولو طلعت منهم عباية حلوة اوي هيبقوا بكام؟ بستين جنيه ولا حاجة. هيجيبوا ايه النهاردة؟ ستين جنيه. طول ما انت بتقلبي كده بتلاقي الوانات مختلفة ما شاء الله، الخامات عنده حلوة. ده كله فين؟ عند حسين. ان شاء الله الاسبوع اللي جاي هصور لكم التشكيلة الجديدة وانزلها لكم. بقية الفيديو نشوف التشكيلة. حلوة او الاخضر فازرق دي جميلة، شكلها حلو، تتعمل ازدال حلوة قوي، وفي الاصفر وفي الاحمر، في الوانات كتير. يعني انت بتقلبي وتلاقي اشكال مختلفة، شايفين الشكل بتاعها وممكن تعملها بلوزة، يعني براحتك، يعني تعملي زي ما انت عاوزة. كل الاشكال قدامكم اهيت. يا رب يكون الفيديو عجبكم، هنكمل بقية الفيديو مع بعض كده ونشوف التشكيلة. شايفين العباية؟ شايفين القماش؟ لف وشك هنا يا حسين. والله العظيم بتمانين جنيه، باربعين جنيه، باربعين اهي، باربعين جنيه اللوكيشن، وكمان اللي على الحيطة ده اهي اربعين جنيه، ده بتمانين باربعين جنيه، اربعين جنيه. والنقشة دي نقشة الاسد، اسد اوعى اوعى يا حاجة، دي تمنع الحسد اوعى. بص شوف، بص عم بعضه اوعى، بص النقشة تمنع الحسد، ادي ورق وقدام. ده باربعين جنيه اهي يا حاجة، اربعين جنيه، اربعين جنيه. وعنده قماش عرض هنا هنا هنا، خد خد يا حسين، وري لهم النقشة كده. وبص مكتوب عليه ايه؟ اسم الشركة اهي، شركة عم عبده والصهامي اهي. يلا بكام ده؟ بكام ده؟ ب 40 جنيه اي متر، وهنا 15 جنيه. بص هنا 15 جنيه.